علاقة متميزة لمكانة مصر وثقل مصر. والآن في هذا الوقت طبعا الذي فيه الصراعات وأصبح الحاجة للتكتلات ملحة جدا بسبب الأخطار التي تهدد الأمة، لابد من الالتفاف حول الأعمدة والمحاور وقطبي العالم العربي، المملكة العربية السعودية ومصر. وطبعا تأتي زيارة أهل البحرين ممثلة لكل البحرين تأييدا لهذا الدور الذي تلعبه مصر، وإعلان لوقوف البحرين مع مصر في تنميتها التي هي تنمية لجميع العالم العربي وجميع العالم الإسلامي. والوقوف مع مصر واجب لا شك. أيضا من جهة ثانية، مصر منذ أن عرفناها هي تقف مع الدول الشقيقة لها، لذلك أعتقد هذه مجرد زيادة للحمة وزيادة للتعاون وزيادة لتقوية بعضنا البعض، ليس لنا بد من بعض، وقوة مصر قوة لنا جميعا. ولا يمكن أن ينكر دور مصر في تنمية العالم كله بالخصوص العالم العربي ونحن في الخليج بما يحمله الآن الخليج من مكانة وقوة اقتصادية واستراتيجية ومالية، لا شك أن له دور في دعم الأشقاء. مصر دولة فيها كل مقومات النهضة القوية، لكن كما قيل قوة الخليج وقوة مصر، وسنشد عضدك بأخيك. فأعتقد هذه الزيارة هي مكسب لنا في البلدين على جميع الأقعدة. وأنا أقول وأدعو الشعبين أن القيادات تمثل الشعوب، لذلك نحن يجب أن نتلاحم ونقوي بعضنا البعض، وهذا طبعا ينجر على عدة أصعدة من أهمها المال الاستثمار. مصر فيها كل الخيرات التي ممكن أن تجدر. مصر إذا توجهت لها الأموال العربية والإسلامية والخليجية بالذات، ممكن أن تنقل يعني هذه البلد القوي وتعطيه قوته الحقيقية. وقوة مصر لن تعود علينا إلا قوة. فمصر وقفت معنا في كل الأزمات، الأزمة الأمية، فمصر كان لها دور في محو الأمية في الوطن العربي كله. أزمة الثقافة كانت لها دور في الثقافة في الوطن العربي كله. أزمة الصناعة أيضا، ومصر مؤهل لأن تكون دولة صناعية دولة زراعية. فأعتقد البروتوكولات التي تم توقيعها اليوم هي لن تزيدنا إلا نموا وقوة، ونحن حقيقة نبارك مثل هذه الخطوات ونرجو أن الله سبحانه وتعالى ينفع بها بإذن الله. نعم، شكرا للسيد عادل معاودة عضو مجلس الشورى بالبحرين. وما زلنا نتابع زيارة العاهل البحريني إلى مصر والتي ستستغرق يومين. وللمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا سيادة السفير نبيل بدر رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة. سيادة السفير، بعد التحية لحضرتك، كيف ترى أهلا بحضرتك، كيف ترى أهمية زيارة العاهل البحريني، مدلولها ودورها في دعم العلاقات المختلفة بين البلدين، وسأخص بالذكر هنا ملف مكافحة الإرهاب؟ يعني أنا أعتقد أن هذه الزيارة هامة من أكثر من جانب. الجانب الأول هو التوافق الاستراتيجي بين مصر والبحرين وبين مصر والخليج بصفة عامة، وهو تأكيد لهذا. الملاحظة الثانية أنها ترجمة عملية لما يعنيه ذلك. فالقاعدة السياسية قائمة متفق عليها، وتأييد مصر للبحرين وتأييد مصر لاستقلال البحرين والمحافظة على هذا الاستقلال سواء في تهديدات كثيرة، ومعروف أن تهديدات تأتي من جانب إيران بصفة رئيسية. نعم. أمر واضح تماما وتمت الإشارة إليه عن حرص مصر على أمن البحرين وعلى سلامة أراضيه، كما أشار العاهل البحريني أيضا إلى التهديدات الإيرانية. الملاحظة الثالثة أن ترجمة العملية لهذا تمتد إلى جانب الرؤية السياسية الاستراتيجية إلى دعم العلاقات الثنائية، بحيث تتشابك الأمور، وهو أمر طبيعي في الممارسة السياسية الناجحة. بمعنى آخر أن هناك رؤية استراتيجية
يتم التوافق عليها. الأمر الثاني تحديد الوسائل التي تدعم وتحقق التواصل لهذه الرؤية. وفي هذا الصدد يأتي التحقق البحريني أولا مذكرا بالمخاطر، الأمر الثاني منوها عن دور مصر بصورة واضحة، الأمر الثالث معززا للقوة المصرية وللإمكانيات المصرية إذا صح التعبير عن طريق دعم العلاقات الثنائية بما في ذلك في الجوانب الاستثمارية والجوانب التجارية وغيرها. وهو ما تلته في هذه الزيارة جملة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي في الواقع كانت مظلة لعدد كبير من الأنشطة. لا يغيب عن هذه الرؤية أيضا ويؤكدها الإشارة التي وردت في خطاب جلالة ملك البحرين عن تأييد البحرين للقوة العربية المشتركة، ومعروف أنه اقتراح مصري. نعم. هذا الاقتراح المصري كان قد مضى صوتا ثم يبدو أنه أرجئ أو يعني لم يمضي إلى النتيجة المرجوة، واليوم يتم التحرك. وطبعا مصر صاحبة الاقتراح هي تسعى إلى تنفيذه. دولة مثل البحرين ترى فائدته وتؤكدها، ولا شك أن هناك أطرافا أخرى أيضا. وأذكر بأن إشارة لهذا أيضا وردت أثناء زيارة جلالة العالي السعودي. نعم نعم. إذن هي رؤية تتكامل فيها الجوانب الاستراتيجية وتبحث عن الوسائل وتترجمها إلى اتفاقيات وتدخل في منظومة تساوي في الوقت الحاضر دعم مصر للقيام بدورها وإخراج النفوذ الأجنبي غير المرغوب فيه من المنطقة، لأن مصر تسترد دورها الطبيعي. نعم. عبر الهاتف سيدة السفير نبيل بدر رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة، شكرا جزيلا لحضرتك. وعقب انتهاء اجتماع الدورة التاسعة للجنة المصرية البحرينية المشتركة، عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مع نظيره البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة. وقال شكري إن أعمال اللجنة المشتركة وضعت أرضية كبيرة في العديد من المجالات من خلال عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية لتعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين. أعمال اللجنة المشتركة وضعت أرضية كبيرة لعلاقة تعاهدية بعديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات البرامج التنفيذية التي تعد الانطلاقة لعلاقة مواتية وإيجابية تربط بين البلدين وتحقق مصالح محددة للشعبين. ونحن نرى في هذه اللجنة دعامة رئيسية من دعائم العلاقات الثنائية، كما نجد في التواصل المستمر على مستوى القيادة البلدين، على مستوى وزراء الخارجية، على مستوى المسؤولين، على المستوى الوزاري ودون الوزاري، والاهتمام المشترك بأن نكثف هذا التواصل. وهو أيضا معبر عن الرغبة المشتركة في تدعيم العلاقات وتوثيقها والاستفادة من كافة الفرص المتاحة لكي ينعم الشعبين بالرخاء والاستقرار ويستمر هذا الوصال فيما بينهم الذي يمتد عبر التاريخ. التقى الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق الركن دياب ابن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان لقوات دفاع مملكة البحرين والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا. وقد أكد القائد العام اعتزازه بعمق العلاقات الاستراتيجية المصرية البحرينية والتي تستند إلى العديد من الجهود والمواقف المشتركة لكلا البلدين لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. كان الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد استقبل رئيس هيئة الأركان لقوة دفاع مملكة البحرين بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع. وقد بحث الطرفان عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون المصري ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة لكلا البلدين.
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار جهود الدولة المبذولة لتنويع مصادر حصول مصر على الطاقة الكهربائية، لا سيما من خلال مصادر الطاقة المتجددة والجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمد شاكر، وقد أشاد رئيس الجمهورية بالخطوات المتخذة لتوفير الكهرباء ووجه بمواصلة العمل لضمان جودة معدلات الأداء خلال الصيف المقبل، خاصة مع قروب حلول شهر رمضان المبارك. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية مواصلة العمل على تطوير قطاع إنتاج البترول والغاز في مصر، لما يمثل هذا القطاع من ركيزة هامة للاقتصاد الوطني، فضلا عما يساهم به في جذب الاستثمارات الأجنبية وما يوفره من فرص عمل جديدة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، وأشار رئيس الجمهورية إلى أهمية العمل على ضمان توفر الإمدادات الكافية من الطاقة تشغيل جميع محطات الكهرباء بكامل قدرتها. كما أكد الرئيس ضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ أعمال تنمية حقل الظهر من أجل ضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من المرحلة الأولى ووضع على خريطة الإنتاج بنهاية عام 2017. أكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها توفير السلع الأساسية بالكميات اللازمة والأسعار المناسبة للمواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المعظم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية وقطاع الأعمال العام ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلي الجهات المعنية لبحث الاستعدادات الخاصة بتنفيذ مبادرة أهلا رمضان. وقد عرض وزير التموين خالد حنفي تقريرا حول الاستعدادات لهذه المبادرة التي يتم تنفيذها برعاية رئيس الجمهورية، وقال إنه سيتم إقامة معرض على الأقل للمبادرة في كل محافظة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسل النيل لدى مجلس الوزراء أحمد أبو الحسن. أحمد، كيف تابعت لقاءات ونشاط رئيس الوزراء اليوم وما هي أهم القرارات التي خرجت عنها؟ يعني بالفعل كان اليوم هناك نشاط مكثف للسيد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء خلال اجتماعاته المتعددة اليوم بمقر المجلس. نستطيع أن نؤكد على أن أهم هذه الاجتماعات كان فيما يخص توفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان المقبل إن شاء الله، حيث شدد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على ضرورة توفير السلع الأساسية للمواطنين، وأكد أيضا أن الحكومة تعمل وفق خطة واضحة لنشر السلاسل التجارية والمجمعات والمنافذ الثابتة والمتحركة في كافة المناطق والمحافظات وإقامة أيضا العديد من المناطق التجارية واللوجستية. كان أيضا السيد السفير حسام القويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء صرح بأن وزير التموين والتجارة الداخلية عرض في بداية الاجتماع تقريرا حول الاستعدادات الخاصة بمبادرة أهلا رمضان التي سوف يتم تنفيذها برعاية السيد رئيس الجمهورية، حيث أكد الوزير أنه سيتم إقامة معرضا على الأقل بكل محافظة لطرح السلع الخاصة بمبادرة أهلا رمضان، وأكد أيضا أن المواطن سوف يتمكن من خلال هذه المعارض أيضا من الاستفادة من فارق نقاط الخبز ببطاقات التموين. هناك أيضا تأكيد بشكل كبير من السيد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بتوفير كافة السلع التي يحتاجها المواطن المصري خلال شهر رمضان المقبل بإذن الله. نعم، شكرا أحمد أبو الحسن مراسل النيل لدى مجلس الوزراء. نتحول بحضراتكم إلى التطورات في العراق، حيث وافق مجلس النواب على 5 وزراء جدد من حكومة التكنوقراط من أصل 10 حقائب طرحها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وأعرب العبادي عن شكره للبرلمان لموافقته على التعديل الوزاري، وتعهد بتقديم ما تبقى من التشكيلة الوزارية خلال يومين. صوت مجلس النواب العراقي المختلف على شرعيته للمرة الثانية على كابينة الظرف المغلقة لرئيس الوزراء حيدر العبادي التي قدمها في وقت سابق، لكن لم تمرر جميع الأسماء التي رشحت فيها باستثناء وزارات الكهرباء والموارد المائية والتعليم العالي
إضافة إلى الوزارات المدمجة وهي الشباب والثقافة والصحة والبيئة. وبعدها رفعت الجلسة إلى يوم الخميس المقبل لاستكمال